الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة وداعا للسمنة. النهاردة موضوع حلقتنا بنتكلم عن إزاي نتبع نظام صحي غذائي صحي ومش مرهق. طبعا بنستقبل كل اتصالاتكم على الأرقام اللي ظاهرة عندكم على الشاشة. النهاردة حلقتنا متميزة جدا لأن احنا ضيفنا النهاردة طبيب بارع في تخصصه، وهو الدكتور ياسر أحمد دسوقي، استشاري علاج الطبيعي والسمنة. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. في البدايه كده عايزين نعرف مشاهدينا، نسمع دايما عن كلمه دايت وريجيم، في كتير جدا هم مش فاهمين المفهوم ده، احنا عايزين نفهم المشاهدين. طيب احنا قبل ما نفهم المشاهدين كلمه يعني ايه دايت، يعني ايه ريجيم، ازاي نخس، لازم نفهم كل واحده ان كل واحده مختلفه بجسمها تماما عن زميلتها او عن اختها. فالكلام اللي هيسري عليها هي ممكن ما يسريش على زميلتها، الكلام كله بيبقى كل واحده لها بصمه خاصه جدا. كل مريض ليه ملفه كده زي ما احنا بنقول. تماما، ولو ملفه الكامل زي ما حضرتك قلت كده. نظام الدايت هو اتباع نظام غذائي صحي وليس سوء تغذيه. هعيدها تاني، اتباع نظام غذائي صحي وليس سوء تغذيه. دي اهم حاجه لازم نفهمها واحنا بنحط نظام الدايت بتاعنا عشان نقدر نخس ونقدر نحافظ على الوزن اللي هنكسبه اللي هنخسه بعد كده ان شاء الله. في البدايه كده عايزين يعني نقول ايه، ازاي اختار الاكل الصحي بتاعي. طيب ازاي الاكل الصحي ده يفيدني، ازاي هخس، ازاي احافظ على وزني بعد ما اخس، ودي نقطه مهمه جدا بتهم كل الساده المشاهدين. احنا ناخدها بالتدريج. بالتدريج الاول، ان انا اعرف نظامي الاول. نعرف نظام الاول. النظام بتاع حضرتك اللي بيحدده لازم تروح حضرتك تراجع طبيب يحدد لك، يكشف عليك بصفه عامه يحدد. عشان السمنه بتختلف، معامل السن، المجهود الحركي بتاع حضرتك، في عند حضرتك امراض عضويه ولا مفيش، طبيعه العمل بتاع حضرتك، جسمك حساس ضد نوع معين من الاكل ولا لا، كل ده بتقعدي في اوقات الوجبات كمان. يعني في مثلا نسمع ان الرجاله كتير ما بياكلوش غير بعد ما يرجعوا من الشغل مثلا الساعه 8 بالليل، لا دي كده دي بقى برده اوقات دي الكارثه اللي هي سبب السمنه. كل اللي بيجي لنا في العيادات يجي يقول يا دكتور طول النهار تقريبا بشتغل بره وبرجع بالليل اتعشى وانام. اتعشى وانام. وفي الجزء الثاني يقول لك انا طول النهار ما باكلش حاجه وبرجع برده عشان اخس ما بتعشاش، ومع ذلك بتخن برضه مع انه ما بياكلش. دي هنرد عليها برده، هنفهم ازاي ان قله الاكل بتسبب السمنه على المدى الطويل. في معتقدات خطأ كتيرة جدا 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 الناس فهمها انها لما تعملها بتخس، وهنتكلم عنها بالتفصيل برضو اثناء الحلقة ان شاء الله. دلوقتي نبدأ. مريض جه عايز يعرف بقى اني نظام غذائي. طيب هنتخطى الجزء بتاع الكشف من الدكتور، هو اللي هيبدأ يحدد له القصة دي كلها. بس اللي يهم المريض او ان انا اشرح له انت ازاي حضرتك بتتخن. لو فهمت ازاي انت بتتخن هتقدر تفهم ازاي هتخس. يعني دلوقتي بقى نصيحه، انا عايز اعرف انا بتخن ليه بالظبط. انا ما باكلش، انا باكل في الاخر اليوم، انا عايز اعرف ازاي بقى انا بخزن الجسم يزيد فجاه. ازاي الجسم يزيد فجاه؟ هنبدا كده نحكي قصه الدهن من اولها لحد ما ازاي بنتخن فيها. طبعا احنا بنرجع كلنا تعبانين من الشغل او بنرجع جعانين، بنبدا ناكل الاكل يتحط قدامنا، اي نوع اكل، نشويات، دهون، الاكل المصري، الاكل المصري المعروف، المحشي والملوخيه والحاجات دي، او رز ومكرونات يتحط قدام، نبدا نقعد ناكل لحد ما نحس ان احنا شبعنا وفوق ما بنشبع شويه كمان. تمام كده. طيب الجسم لما بيبقى وفي فاكهه بعدها بناكلها على طول، وفي شاي حضرتك نسيت حلوة الشاي، في حاجه حلوه. طيب نشرح الاول الواحد الطبيعي لما ناكل الاكل الطبيعي اللي بيحصل، الجسم بياخد كل الاكل اللي كان ده، بيبدا عمليه الهضم من اول ما بنحط اول لقمه او اول ما معلقه في بقنا. بيبدا الجسم يحول الـ الاكل للمركب الاولي بتاعه اللي هو السكر الجلوكوز. بيقعد يمر بعمليات هضم كتير قوي من اول الفم لحد ما بينزل المعده، وفي الاخر يتكسر لحد ما يوصل للمركب الاولي اللي هو السكر الجلوكوز. الجلوكوز ده يا جماعه باختصار كده ده الوقود بتاع الجسم كله. ويعتبر وقود حال العرق، حال الاوكتان، زي بنزين 92. طيب السكر ال 92 ده هو يتحط في الجسم في الدم فتره طويله، هو عالي جدا مش زي ال 80 مثلا. فيبدا يحرق في الاعصاب، ممكن يحرق في الشرايين، يحرق العين، ياثر على الكلى. ده لو فضل فتره طويله. ماشي.
طيب هو الجسم هيسيبه كده؟ تبدأ إشارات تطلع من المعدة وتطلع من كل أجهزة الجسم، يا جسم أنا عندي سكر وعندي كتير، يبدأ المخ يدي إشارة للبنكرياس إنه يفرز الأنسولين. الأنسولين الأنسولين ينزل يخبط على الخلية، بعد إذنك يا خلية خدي السكر ده احرقيه. زيادة لا لسه ما اتكلمناش في الزيادة، ده كده السكر العادي احنا السكر العادي احنا بنتكلم عشان ازاي نعيش. يبدأ الأنسولين يخبط على كل خلية، خدي شوية السكر عشان تنتج الطاقة عشان نقدر نعيش. ما هي الطاقة اللي هتحرق دي اللي هتظبط ضربات القلب اللي هي ضربات القلب والوظائف الحيوية. تمام كده؟ طيب الخلية خدت كفايتها، هيتفضل حبة سكر لو اتفضل في الجسم يسبب المرض. طيب يفرز انسولين زياده. طيب الانسولين يعمل ايه؟ ياخد كل جرام سكر جلوكوز يدمجه ب 3 جرام ميه، ويا ريت نفتكر الكلام ده عشان له علاقه جدا بالتخسيس بعد كده. يخلطه ب 3 جرام ميه ويخزنه في صوره اسمها جلايكوجين. الجلايكوجين ده نوع من انواع النشا بيتخزن في العضلات والكبد للمجهود العادي بتاع يومنا اليومي. يعني حضرتك لما بتتمشي في الشقه شويه بتطبخي ما بتحرقيش من الدهن، انت بتحرقي من الجلايكوجين ده. الجسم بيكسره عن طريق هرمون اسمه الجلوكاجون، بيكسره ويرجعه صوره السكر وميه. تمام. تبداي حضرتك كل المجهود العادي ده. طيب احنا كده ماشيين حلو، خزننا شويه، خد شويه طيب. سكر، فاضل الباقي بقى كان الحلويات بقى زاد الجرح زاد الحلويات. طيب الزياده ده هيوديه فين؟ يا مخ الحقني انا لسه في سكر عندي مش عارف اعمل فيه ايه. يبعت انسولين زياده، يقوم الانسولين يعمل بقى حاجه خطر جدا يعني. يبدا يحول، بعد ما يحوله الجلايكوجين خلاص احنا انتهينا من تحويل الجلايكوجين، يبدا يقوم يحول الباقي لدهون تتخزن في الجسم. ودي بدايه السمنه. يخزنه عشان نستهلكه بعدين، نرجع نكسر الدهون ده نرجعها لصورتها الاوليه جلوكوز برضو ونستخدمه في المجهود. طيب احنا مش هنعمل مجهود وبناكل كل شويه وبنزيد بنغير التلفزيون بالريموت، بنركب العربيه، المكنسه الستات في البيوت بالمكنسه الكهربائيه والحمد لله، الغساله الفول اوتوماتيك، مش هنبذل مجهود. هنحرق شويه ايه اللي في الاولين اللي قلنا عليهم؟ الجلايكوجين. الجلايكوجين الجلايكوجين اتحرق. طيب الجسم ما بداش يحرق في الدهن المتخزن عنده غير بعد اول 35 دقيقه من مجهود منتظم متصل. منتظم متصل، نركز على الحته دي قوي. بس بتيجي الدعانه تقول لي ما انا بمشي يا دكتور ربع ساعه راح الشغل وراجع من الشغل. طب ما انت رحت الشغل في ربع ساعه وريحت 3 4 ساعات ورجع من الشغل في ربع ساعه، ما بقاش منتظم متصل. يبقى هياخد منين هنا؟ من الجلايكوجين. يفقد ميه مش من الدهون اللي مش من الدهون. الدهون ما حدش جينا حته، الدهون دي في المخزن، وانت عارفه حضرتك عشان نطلع حاجه من المخزن بنحتاج توقعات كتيره قوي، فعشان الدهن ده يطلع لازم ناخد التوقعات بتاعتنا دي كمان. طيب لسه السكر موجود في الدم كتير، كان حلويات تمام. شربنا الشاي يا جدعان الحقوا الحقوا، يبدا المخ يحول ايه لدهون. طيب لسه في سكر فايض، الجسم يفرز انسولين زياده، الانسولين كل شويه راح يخبط على الخليه لو سمحتي خدي. طيب من كتر التخبيط الخليه بتطنشه، ده بالبلدي خالص خلاص يعني كده خدت كفايتها، هي مش عايزه يا ريت هي طنش، زهقت الخلايا زهقت، انا كل شويه شغاله شغاله خلاص كفايه انا زهقت. فبتبدا تطنش بالبلدي كده بتطنشه. يبدا الانسولين يتفرز بكميات اعلى عشان يعلي صوته بالرباب الخليه، افتحوا لي افتحوا لي. طيب يبدا الجسم بتاع حضرتك ما يحسش بالانسولين انت بتفرزيه. هنا بنخش في حته مهمه قوي اسمها مقاومه الانسولين. ودي موجوده عند مريض السكر من النوع الثاني، جسمه بيقاوم الانسولين بتاعه. دي كان يبقى ده سبب من الاسباب ان هو السكر انه بدايته كده، بدايته كده وفي نفس الوقت بدايه السمنه كده. طيب الجسم بعد يفرز في انسولين كتير عشان يقول للخليه افتحي لي الباب خدي السكر الزياده اللي عندك ده. فجاه تقوم الخليه فاتحه. يوم السكر كله اللي في الجسم محروق. طب هيتحرق يروح فين؟ انت ما اتحركتيش حضرتك، ده احنا كنا وداخلين ننام. تمام اتحرق وما داخلين ننام. طيب شيلوه في الدهن يمكن نحتاجه بعدين. تمام يوم مخزنه. طبعا هنقعد بعد النقطة دي بس معانا اتصال. أحمد أستاذ أحمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أي الحمد لله. كنت بس عايز أسأل الدكتور بالنسبة لموضوع الكرش، حين إن أنا جسمي مش تخين أصلا أوريدي، بس موضوع الكرش ده موجود بقاله فترة. عايز أعرف إزاي الواحد يتخلص منه، في نفس الوقت برنامج غذائي بالنسبة للجامعين في رمضان إن شاء الله. إن شاء الله. خاصة أنت حضرتك عارفة بعد في رمضان بعد الفطار الواحد يعتبر الفترة دي ممكن فيها زي كميات رهيبة. ايوه. وبالنسبة لموضوع كرش كيفية التخلص منه، خاصة ان انا جسمي اوريدي اصلا مش تخين، يعني جسمي مش تخين، المشكلة مع الكرش بقاله فترة كبيرة جدا. طب في سؤال حضرتك عايز تقوله لي يا دكتور؟ طيب يا احمد تستنى حضرتك قد ايه؟
29 يا فندم. 29. أعمال كتابية يعني بتقعد على المكتب كتير ولا بتتحرك؟ لا بتحرك ولادي. بتتحرك. طب سواقة العربية في العادة كام ساعة في اليوم؟ ممكن 4 5 ساعات نص. 4 5 ساعات. طب ماشي، تمام، شكرا شكرا شكرا. يا استاذ احمد. الدكتور هيرد عليك طيب الكرش ده، واحنا طيب كنا عاملين له فقره كبيره طيب بصراحه. هو على العموم برضه احمد اتصاله جه في وقت موضوع الكرش. احنا قلنا ان الجسم بيقوم واخد الدهن الزايد ده، بيقوم وهيزوده برضو على الدهن المتخزن، على فهيبدا المتخزن. طيب يخزن هو تاني. هيخزنه فين بالنسبه للرجاله في العاده؟ بيخزنه في منطقه الكرش. ماشي، يبقى ممكن عادات غذائيه خاطئه تسبب الكرش، ادي اول سبب له، عادات تمام. غذائيه خاطئه. تاني سبب ضعف في عضلات البطن، العضله لما بتكون ضعيفه ما بتحرقش كتير، فالدهن بيتراكم في الاماكن يبقى دي، الدهون بتتراكم في العضلات الضعيفة. في على فوق العضلات الضعيفه. طيب وهقول لحضرتك ازاي تعرف ان جسمك بيحرق من المنطقه دي او لا. اعمل اي مجهود رياضي كده وحط ايدك على مناطق مختلفه في جسمك، المناطق الساقعه جسمك ما بيحرقش فيها، في العاده هتلاقيها في منطقه الكرش. المناطق السخنه اللي انت حاسس بحراره فيها دي دليل انها بتحرق. تمام، وهنتكلم عن الحرق ازاي ونعرف برضه. بقى ان علاجه. تابعنا يا احمد علاج. لغايه اخر الحلقه. تمام. طيب احنا برضو كده اتكلمنا ان الدهن بيبدا يتخزن وشويه وبيتخزن، الانسان بقى هو مش حاسس يعني، هو ده يعني على المدى الطويل الانسان هو مش حاسس بده كله، بس جسمه جوه في حاله صراع شديد ومرير مع اللي بيحصل. تمام. الجسم من فوق يعني من الانسان قاعد مش حاسس، بس جسمك من جوه من جوه بيحاول يعمل ميكانيزمات عشان يدافع عن نفسه، بس انت مش مديله وقت. انت سيادتك كلت وممكن مفيش تديله فواصل. حلويات ومش تديله فنجان قهوه، ده احنا هنتكلم عن دور لسه القهوه دلوقتي في مشروبات بقى. هنتكلم عن دورها دلوقتي. طيب يبقى عشان ما نتوهش برضو نرجع تاني، ان كده اول حاجه نستفيد بيها ان الانسولين هرمون السن، واللي بيعكسه هرمون اسمه جلوكاجون، ده اللي بيكسر الحاجات المتخزنه ويحولها لسكر نحرقها. طب احنا برضو هنقف معلش، طيب معانا اتصال تاني. فاطمه. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. كنا اتكلم الدكتور لو سمحتي. اتفضلي الدكتور معاك. لو سمحت يا دكتور، ليا اخت كانت عندها كانسر وعملت عمليه، اثناء العمليه خفت جدا واخدت كيماوي، بعد الكيماوي بدا جسمها تاني يزيد لدرجه ان هي اثر على عظمها، كل ما اروح لدكتور دلوقتي يقول لها خسي، ربنا يشفيها. انما للاسف هي مش قادره تخس لان هي تعودت على الاكل، ونقول لها خسي شويه ونوديها لدكتور وريجيم ومش عارفه ايه، تقول انا حاسه ان انا حاسه بالضغوط. عايزه تاكل على طول. عايزه تاكل على طول. ماشي. لدرجه ده جسمها زاد جدا، وده كله مؤثر طبعا على عظمها، كل ما تروح للدكتور يقول لها خسي وهي مش قادره تخس. ماشي. هل الكيماوي هو السبب وهي تعمل ايه؟ ماشي، شكرا يا فاطمه، الدكتور هيرد عليكي. طبعا الف سلامه عليها. ربنا يشفيها يا رب. طبعا احنا كده دخلنا في سنه ناتجه عن حاله مرضيه، يعني سنه ناتجه عن حاله مرضيه. طبعا معروف ان العلاج الكيماوي بصفه عامه ده بيقلل يعني بيأثر على الجسم كله. تمام. فالمريض بيخس حبه في الاول، وبعد كده الجسم بيبدا يتعافى، بيبقى الجسم محتاج كل الغذاء اللي فقده في فتره المرض بتاع السرطانات. دي فتره النقاهه بتاعته. فتره النقاهه. فالجسم بيبقى فعلا محتاج يكون البروتينات تاني اللي فقدها، ومحتاج يكون الدهون الاساسيه اللي فقدها. فعشان كده هي زادت في الوزن بسرعه جدا، اكمنها يعني ما حاولتش تتبع الانظمه الغذائيه الصحيحه او ما استشارتش دكتور. ده اللي هي انا دي نتيجه طبيعيه للمرض. نتيجه طبعا طبيعيه جدا ممكن تحصل، بس هو كان ممكن نتلافيها ان احنا نتبع انظمه غذائيه خاصه بفتره النقاهه ديت. بس طبعا احنا ما بنطبقش الكلام ده في مصر، يعني ما بنطبقش فتره النقاهه دي، بنقعد ناكل في العيان خد عشان تتغذى. ما بنديلوش الاكل المفيد وبنديله اكل ضار جدا. بالنسبه لحته انها على طول جعانه ديت، دي بترجع برده لحته مقاومه الانسولين اللي كنا بنتكلم عليها، ده ان الانسولين بيكسر السكر بسرعه جدا في جسمها، فبيهبط السكر فبتحس بالجوع. تمام. واحنا كنا لسه هنقول ان ازاي المريضه تعرف انها مقاومه للانسولين ولا لا، كنا هنقول ده شويه في اي مريض ممكن المريض عادي مريض السكر بس لا ده اي انسان ده بداية اي انسان السكر، يعني اللي هجاوب على الاسئله ديت ممكن يبدا يعرف ان هو معرض للسكر لو مقاومه السكر فيها. طيب اول سؤال مثلا هنقوله، انت لما بتصحي حضرتك من النوم بتفوقي مباشره ولا بتاخدي لك حوالي نص ساعه عشان تفوقي؟ ده السؤال الثاني. بتحتاجي فنجان قهوه الصبح ولا لا؟ يقول لك اركز كده بالظبط. وافوق. دي كلها علامات مقاومه الانسولين. كل دي علامات مقاومه الانسولين. طيب انت وزنك زاد في منطقه البطن ومش قادره تخسي، ده ثالث سؤال. طيب انت تقلبات المزاجيه عندك طول النهار عامله ايه؟ المود بتاعك طول النهار عم بيتقلب كتير وبتحس بتفقدي التركيز. طب بتحتاجي انك تعملي فتره الظهر، فتره القيلوله. طيب بتشتهي حلويات او حاجات مسكره او معجنات؟ تمام. معظم الاسئله ديت، وفي اسئله طبعا كتير بنوقعها اثناء الكشف الطبي على العيان او كشف التقييم بتاع التخسيس، بنعرف منها اذا كان العيان ده مقاوم للانسولين وقابليته للسمنه شكلها ايه، وبتفرق معانا جدا للوضع النظام الغذائي.
تمام. لازم بنراعي حته مقاومه الانسولين في وضع النظام الغذائي عشان ما نحصلش في المشكله اللي المدام اتصلت بسبب اختها انها بتجوع على طول. او تيجي العيال تيجي تقول انا بجوع اعمل ايه؟ وده اللي بيسبب فشل النظام الغذائي. تيجي انا بقول انا بجوع فلازم انها تاكل. انا طول النهار ماسكه حاجه بشرب حاجه باكل بالزبط. حاجه. خدت بالك وهي طول النهار في المطبخ وبتطبخ وبتتحرك فعايزه حاجه تاكلها. ده في العاده بيبقى قصور في النظام الغذائي بتاعها ان هو ما بيتبعش او مش باصص لحته مقاومه الانسولين ديت في الجسم. طب ايه دي بقى بكل الاعمار السنيه؟ يعني اللي احنا قلنا الاكزام اللي احنا انت بتعمل يعني كل الاسئله دي يعني ممكن يتسال الطفل يتسال الشاب يتسال جدا عشان الحته دي بتلخبط ناس كتير. بصوا يا جماعه انا دلوقتي كل واحد قاعد في البيت تخين عايزني اوجه له هو كلام بالاسم. طيب انا ما اعرفكش وما شفتكش، فالكلام اللي بقوله ده كله كلام يتطبق على الاشخاص الطبيعيين. في شخص مرضي زي حاله المدام اللي اتصلت دي لها قصه ثانيه. الاطفال لهم قصه ثالثه. كل واحد على حسب حالته الصحيه وفئته العمريه. احنا بنتكلم كلام عام يساعدنا في التنظيم، انما الحاجات الشاذه عن كده عن الحاجات العامه دي لا تغني عن زياره الطبيب. طبعا لازم يتزار طبيب ويتفضل يكون طبيب هرمونات عشان لو محتاجين حاجه في الهرمونات دكتور هرمونات وغدد صماء يشوف الحاله. احيانا بنحتاج دكاتره نفسيين معانا عشان سمعت ان عشان بعض الادويه يفضل ياكل. لا عشان الادويه النفسيه كمان احيانا بتاثر على الموضوع. طبعا طبعا بتقلل معدل الحرق فبنحتاج طبيب نفسي، بنحتاج اخصائي تغذيه، اخصائي العلاج الطبيعي، بنحتاج اطباء جراحه. تيم ورك كامل بيشتغل في موضوع الاوبستي تصنيفت كمرض. اما بنفشل بقى في الريجيم بتدخل بقى تدخل الجراحه التدخلات الجراحيه. انما احنا بنبدا في الاول بما هو طبيعي وبما هو متاح قبل ما ندخل العيان في الجراحات بصفه عامه. تمام كده؟ يبقى احنا كده عرفنا احنا ازاي جسمنا بيخزن، وعرفنا ايه الهرمون اللي بيسبب التخزين، وايه الهرمونات الجلوكاجين اللي بيحرق. طبعا في هرمونات بيحرق. بالظبط. طبعا في هرمونات تانية يعني في هرمونات هرمون اسمه الليبتين. الهرمون ده اللي هو الدهن نفسه بيفرزه. ده كمان الدهن بيفرز هرمون اسمه الليبتين. الليبتين ده الرسول اللي بيبعت الرساله للمخ كفايه كده انا خزنت انا كويس بطل اكل، هرمون الشبع. تمام. في الاستروجين والتستيرون في الرجاله والاستروجين في الستات ده برضو من العوامل اللي بتسبب السمنه الاختلالات الهرمونيه. يعني في هرمونات تانية وفي عوامل، بس احنا بنتكلم على الشخص الطبيعي الغير مريض. او دايما المهم بعد سن ال40 بتحصل تغيرات فنبدا السمنه. بالظبط. بنبدا السمنه في الستات في منطقه الرجل من فوق منطقه البطن، وفي البنات بتبقى في الارداف اكتر عشان اضطرابات هرمونات الاستروجين. يبقى كل حاله زي ما اتفقنا كل حاله لها بصمتها المعينه في التخسيس ولها وضعها الخاص جدا في التخسيس. تمام كده. احنا قلنا كده الجسم بيحرق بقى. انا اعالج الحته دي ازاي؟ انا اقول يعني اللي هي انا كده بكسر السكر ازاي؟ بكسر السكر. طيب دي احنا هنرد عليها في ممارسه الرياضه في العادات الغذائيه الصحيحه. يعني القطعه دي برضو هنرد عليها بالتفصيل برضو. كل الحاجات دي يا جماعه هنرد عليها بالتفصيل. طيب احنا خلصنا سابن خزن. طيب نيجي بقى نتكلم عن الحته اللي بتهم الناس كلها واللي حضرتك سالتيني فيها. والله انا بعمل رجيم وبفشل. لسه كنت هسال. الناس تسال انا فشلت في الرجيم، انا مش عارف نظام غذائي، انا زهقت، انا خلاص دخلت ايه، انا جوعت، انا لا انا مش هستحمل البيضه، اقطعي الورقه بتاعت الدكتور دي، انا مش هكملها. انا خلاص انا كده اكتفيت ومش هروح له تاني. وفي على فكره مرضى كتير. لا انا مش رايح للدكتور، لا انا مش هتابع. ايه اللي يحصل؟ طيب احنا نقول ليه احنا بنفشل الاول. ما احنا لازم نعرف سبب كل، اذا ما عرفنا اسباب ليه بنتخن نعرف اسباب ليه بنفشل عشان نقدر احنا تقدر انت حضرتك حتى مع نفسك تشوفي السبب ايه. يمكن اوقف حاجه انا كنت بعملها. بالظبط بالظبط كده. تمام. طيب في مفهوم حلو قوي في التخسيس كل الناس ماشيه بيه حلو، تقول ايه؟ بصي بقى انا لا رايحه الدكتور ولا رايحه ولا اعمل اي حاجه، انا هقفل بقي، انا هقلل الاكل. التجويع. التجويع. احنا قلنا في اول الكلام ايه؟ نظام غذائي وليس سوء تغذيه. وليس سوء. ده كده بقى مفيش تغذيه. طب ندي مثال بسيط كده، في مثال حلو انا بحب اديه دايما. الموزه فيها 100 سعر حراري في اليوم. يعني لو بطلنا ناكل موزه كل يوم هنوفر 36000 تقريبا ونص سعر حراري. ما يعادل 4 كيلو في السنه. ماشي. يعني في 5 سنين هنخس 20 كيلو. في 10 سنين 40 كيلو. ده بالموزه؟ وبعد 15 سنه انقرض بقى. انقرض. ما هو الموضوع قله اكل. يبقى انا انقرض بقى، افضل اخس في سعرات لحد ما انقرض. طيب ما في نقطه ثانيه. ما ينفعش طبعا. ده نظام تجويع. طب ما في نقطه ثانيه، ما كل اللي بيجي العياده او كل اللي بنسمعه ونيجي نسالهم انتوا ما بتخسوش ليه؟ يقول لك احنا ما بناكلش. ما انا مش عارف انا ما باكلش. يبقى نظريه اللي انا قلل الاكل دي طب غلط. طيب هي مش غلط بنسبه 100%، هي صحيحه على المدى القصير قوي.
يعني في اول ما نتبعها في اول اسبوعين ثلاثه هتبقى خطه ناجحه جدا جدا. ممكن فعلا نخس ونفرح وكمل. حضرتك بنرجع نسال احنا هنخس ايه؟ كم كيلو؟ ايه اللي هخسه؟ لا ده كم كيلو ده سؤال تاني خالص، ده هنتكلم فيه برضه. كم كيلو امال ايه يعني؟ لا هو السؤال يعني طب انا هخس ايه اللي هخسه؟ ما انا ممكن اخس ميه. مش الدهون. ما انا ممكن اخس نشا. ما انا ممكن اخس من الكتله العضليه. بس ما جيش ناحيه الدهن. طب ما في بنات كتير قوي بيروحوا الجيم ويجوا بعد ما يخرجوا من الجيم، والله انا خسيت من كل حته من وشي ومن تحت بس منطقه الارداف دي يا دكتور مش راضيه تخس خالص. تمام. انت ما خسرتيش حضرتك ده، انت كل اللي خسرتيه ميه. ليه بقى؟ الابحاث الجديده اللي طالعه كلها اثبتت ان وجبه غذائيه في اليوم او دايت يعتمد على 1000 كالوري في اليوم ده بيقلل الحرق بتاع جسم حضرتك 45%. يعني قللت الاكل عن 1000 كالوري في اليوم حضرتك يعني الحرق بيقفل 45%. طيب ايه اللي بيحصل؟ لما ابدا ازود الجوع زي ما حضرتك قلتي الحرق قلنا هيقفل. هيقفل 45% طار. طب الجسم هيعمل ايه؟ ما عايز طاقه. بيحرقش حاجه وعايز طاقه. صحيح. احنا قلنا بيخزن للطاقه الاعمال المتوسطه بيخزن ايه؟ الجلايكوجين اللي هو بيتكون من ايه؟ جرام سكر جلوكوز و3 جرام ميه. فالجلايكوجين عشان اخرجه بخرج قصاد كل جرام بفك 3 جرام ميه معاه. يعني حضرتك بتخسي مثلا كيلو نشا و3 كيلو ميه معاه. هو ده اللي انا خسيت. هو ده اللي خسيت. لكن الدهون مفيش. لسه ما جالهاش. ده مخزن. ما خدناش كل الدهون. طبعا انا بقى بحس ان انا خسيت وده انا خسيت. وتفرحي جدا في اول اسبوعين. طب بعد كده بقى يا دوبك بتاكلي عشان تحافظي على اللي انت عملتيه ده يا دوبك. لا ده مفيش. ما ينفعش. ما ينفعش. طب ما في نقطه ثانيه. ما احنا لو خسينا قوي هرمون الليبتين اللي انا قلت لحضرتك عليه ده ما هو هيقل في الجسم. مش هيدي بقى اشاره للمخ. مش هيروح. مفيش. هيجيبها منين؟ ما احنا قللنا الدهون. طيب ما احنا ما زودناش العضلات. ما احنا ما عملناش مجهود. يبقى مصانع الحرق العضلات قلت. ده انا خدت من الكتله العضليه. دي مشكله كبيره فعلا. في ناس فعلا أيوة تقول طيب. انا مش هاكل. طب حضرتك ما اكلتيش ونزلت مارست رياضه رحت جيم يوم يغمى عليك بصلاه الجيم. طب مفيش بقى من اللي انت عملتيه من اللي انت بتعمليه من اللي انت من اللي انت اقعدي يا بنتي اكلوها ده الحقوا البنت خست البنت اغمى عليها البنت ما بتاكلش تيجي مامتها تتخانق معاها وتاكلها. والاساس في ده كله هو النظام الغذائي فاشل خطأ. تجويع. احنا ما عملناش نظام. بصي هقولها لك بمثال بارد جدا عشان الناس كلها تفهم. لما اجي يا جماعه اقول لكم يمكن مرضى العياده عندي عارفين القصه دي. يا جماعه الميه هتقطع بكره. هتعملي ايه لما كده اول ما نملة. جسمك بيعمل كده. انت توم هتقولي الاكل هيقل جسمك هيتبرمج من مفهوم الحرق لمفهوم التخزين. هيتبرمج على التخزين وليس على الحرق. منك ما انت اديت له حاجه يحرقها. فهي دي نفس القصه. ادي له حاجه يحرقها بانتظام حاجات معينه هيحرقها ويتدرب على الحرق. انما هياخد من المخزون. هياخد من المخزون هنطلعه بالراحه. وبعدين في حكايه حلوه قوي يقول لك يعني انا عايز اخس 5-6 كيلو في الاسبوع. مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده اصل عايزين نعرف يعني دايما يقول لك الدكتور حتى كده يقول لك انا خسيتك مش عارف كام كيلو كل اسبوع. 5 كيلو في الاسبوع او 6 كيلو كل اسبوع دي انا هبعت حضرتك للدكتور كده ودكتور رومات يطمن عليكي. ده اولا. الجسم لا يستطيع يحصل دروب كبير في الجسم. الجسم لا يستطيع حرق اكتر من نص كيلو لكيلو دهن صافي في الاسبوع. يا جماعه الدهن اللي بتحرق الدهن اللي قاعدين تكسروه ده ما هو بينزل على الكلى هيروح فين؟ يعمل فشل كلوي. في بريطانيا في سنه من السنين 58 حاله فشل كلوي بسبب انظمه القايمه على السمنه الخاطئه. السمنه الخاطئه اللي هو الانظمه الخاطئه. بالظبط كده. فما ينفعش نقول احنا هنخس 4-5 كيلو كل اسبوع. دي ده استحاله طبيا. ده اسمه سوء. ده اسمه مجاعه. ده انت جسمك هيبدا ياخد من العضلات اكتر ما ياخد من الدهون في الاول. احسن منتشره كتير. كل واحد يقول لك انا خسيت مش عارف. افكار غريبه. افكار غريبه. ابص اخش على النت الاقي واحده كانت بقى ريجيم 6 كيلو في الاسبوع. حرمه المريضه من الاكل. حرمه نفسها. لما تيجي تشتكي حضرتك بقى ان شعرك بيقع وهنقول سبب وقوع والنظر إيه؟ والتنفس وحاجات كده. وتيجي تقولي لي هالات سودة. الله. طب وتيجي تقولي لي ترهلات شديده. ما هو كل من اللي انت عملتيه حضرتك في نفسك ما اتبعناش النظم الصح. طيب تاني فكره العيانين بيطبقوها حلو قوي بقى. انا هعمل نظام كيميائي قايم على البروتين. لسه هنقول. انا بص احنا بقى احنا قلنا اتفقنا كده ان واحده هتقول خلاص انا هجوع مش هاكل. الثانيه تقول انا مش هجوع على نفسي. لا بقى في دكتور. لا في كمان بيقول لك ايه انا هتابع اللي جارتي دكتور قال لها هتعمل كذا وكذا وكذا انا هعمل زيها. وفي لا جارتي الثانيه قالت مش عارفه هتاخد النهارده كل اليوم مش عارفه تاكل موز وبكره هتاكل مش عارفه بروتينات مش عارفه وحاجات كده نسمعها. بالنسبه لجارتي دي انا كان حصل موقف كده ظريف. انا جات لي يعني اتنين داخلين مع بعض يكشفوا فلسه بعد ما شفت عليهم بطلع ورق الدايت فبتقول لي لا احنا خدنا الورق بتاعك وتخن عليه. طب ازاي ما دام انت اول مره تخسي عندي؟ قالت لي لا انا ورقك ما جبتش نتيجه عليه انا تخنت. قلت لها انا كنت مديك الورق. قالت لي لا انا واخداه من صاحبتي.
طب يعني انت بتلوميني على حاجه يا جماعه ما هو مش ليكي وطبيعي لازم. طيب النقطه دي مهمه جدا اللي هي انظمه البروتينات او الانظمه الكيميائيه اللي هي بنسميها حميه اتكنز. تمام. هي قايمه اساسا على البروتين. العينه بتيجي تقول لك او المدام تيجي تقول انا مش همشي على نشويات خالص ولا هاكل دهون، انا هاكل بروتين بس. ده النهارده طيب مثلا لحمه وبكره مثلا فراخ كده يعني ولا ايه؟ بيمشوا يوم لحمه يوم سمك يوم سمك يوم مثلا سلطه بس. طول اليوم انا اصلا مش متخيله حد بيفضل يعني ياكل لحمه فطار وغدا وعشاء او يعني سمك. بنحاول بنرجع لايام ال بالظبط يعني عصر الغياب اللي احنا طول النهار على اللحم يعني تعمل الاكله الصبحي بس وتاكل عليها طول اليوم. الواحده قالت لجوزها انا عشت طول النهار على اللحمه يتخانق معاها. طب اكلك انت لحمه طول النهار والعيال تاكل ايه؟ ما علينا في النقطه دي. طيب احنا عندنا الفلبين والصين العالم دول بياكلوا رز كتير ومعاه سمك. سمك لسه اقول سمك. طيب يبقى مش القصه قصه ان الشويات انها بتدخل. طيب احنا هنفضل طول عمرنا عايشين على اللحمه عشان نخس؟ ده استحاله طبعا نمشي عليها. طب حضرتك مش هتاكل النشويات. طيب النشويات المفيده للجسم، ربنا خلق الاكل فيه نشويات. لسه هقول كل حاجه ليها فايده. بالزبط. ما كل حاجه فيها فايده فيها ربنا خلق النشويات. ما دام ربنا خلقها سبحانه وتعالى يبقى معموله الحاجه في الجسم. وربنا مش شايفها حاجه عبثا كده فهي مخلوق لها حاجه. طيب هتحرمي نفسك كده من النشويات يبقى انت حرمت نفسك من النشويات اللي هي كويسه، حاجه زي الالياف اللي بتمنع سرطان القولون مثلا. وانت تمنع نفسك منها بقى. او هتكتري لي بقى من العيش السن قوي 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 عشان تقولي الياف يبقى رده يبقى امساك. ما هو ما كل حاجه بالعقل، كل حاجه بتوازن بالظبط عليه. برافو. طيب انا مش هاكل دهن. طب ما حضرتك في معلومه مهمه جدا، الفيتامينات نوعين، نوع بيدوب في الميه ونوع بيدوب في الدهن. طيب الفيتامينات بقى اللي بتدوب في الدهن دي هتوديها فين؟ لسه هقول لك. هو الدهن ممكن يعني الناس كلها بتمنع الدهن، هو الدهن ليه فايده؟ كل حاجه مخلوقه بقدر سبحان الله، كل حاجه لها فايده. طيب لما تمنع نفسك من الدهن زي ما قلنا الفيتامينات دي هتروح فين؟ ده انت هتجوع زياده، بشرتك هتجف. تمام. هتزودي معدل تخزين الميه في جسمك. كل ده اللي هو قله الدهن او منع الدهن بس بقى هنا لما نرجع نقول مش اي دهون. الدهون الاساسيه اللي هي الاوميجا 3 والاوميجا 6 اللي هي بقى في مكسرات اعتقد وفي مش عارفه بالظبط عليكم. هنقول موجودين في ايه؟ طيب يبقى عندنا كده الدهون نوعين. يا ريت نذكرها معلش عشان النقطه دي مهمه. الدهون المشبعة دي هكتبها هقولها لك بالظبط في الحميه اساسا عشان يعرفوا ياكلوا ايه كمان. اوكي. طيب يبقى انت منعت نفسك كل الدهون خلاص بقى بشرتك بالسلامه كده، شعرك هيقع، هيجي لك اكتئاب، يجي الجفاف بقى. يا جماعه الدهون الاساسيه اللي احنا بنمنع نفسنا منها دي هي المغلفه للاعصاب. فانت ممكن يجي لك يعني التهاب مشاكل الاعصاب. يجي مشاكل كتير. يجي مشاكل كتير منها. طيب حضرتك هتاكلي بروتين بس وهتخسي، وحضرتك فاكره انك خسيتي عشان بتاكلي بروتين، انت ما خسيتيش عشان بتاكلي بروتين. ده رقم واحد، انت خسيتي عشان اكل البروتين الكالوريز بتاعته قليله، واحنا من شويه قايلين ايه؟ 1000 سعر 45% من الحرق بالسلامه كده الصبح. تمام كده؟ يبقى انت خسيتي ميه ونشا. طيب كلتي بروتين زياده، تعالى بقى تاكلي في لحمه بقى وبتاع. طيب البروتين ده لما يتهضم هيعمل ايه في الاخر؟ بيطلع حاجه اسمها الكيتونات. الكيتونات دي لما بتزيد في الدم قاتله. قاتله. مفيش حد فشل كلوي، محدش عارف. طيب هناكل بروتين تاني. بيتهضم بيتحول يوريك اسيد. ده كل يوم بقى يعني هيبقى فيه ولا نظام قائم على البروتين؟ هو نظام قائم على البروتين بكل انواعه. ده بيبقى فتره طويله يعني ممكن واحد كده يتخيل ان هي فتره. ده بيمشي عليه شهر. يقول لك تخسي 28 كيلو في الشهر. 28 كيلو في الشهر ازاي؟ ازاي 28 كيلو في الشهر؟ هيروحوا فين؟ الجسم يا جماعه بكررها تاني ما بيحرقش اكتر من نص لكيلو دهون في الاسبوع كله، والله لو جوعتي نفسك السبع ايام. هو نص كيلو لكيلو. يا جماعه الجسم لما بيلاقي الحرق عند حضرتك بطيء ما بيحرقش دهون كتير عشان يحميك انت. سبحان الله. عشان يحمي نفسه يعني. ما هو الجسم ذكي جدا في التعامل مع زياده الوزن او نقصانها. الكمية دي بدايات علامات المرض. احنا قلنا قبل كده السمنه هي مرض بطيء كده يعني اتصنف انه مرض. هو خلاص في التصنيف الدولي مرض. هو مرض بيؤدي لامراض كمان متشعبه كده داخل في كل حاجه. يعني زياده الدهون مثلا في منطقه معينه بتؤدي لسرطانات. وبالمناسبه هتكتري من اكل بمناسبه البروتين. البروتين ماده حمضيه بتكسر العظم في الجسم وبتؤدي الى سرطانات الثدي والبروستاتا كترها. يبقى حميه اتكنز دي كانت زمان زي الفل والناس ماشيه عليها. بس دلوقتي الطب ثبت عكسها. طيب كل شويه احنا بنثبت في حاجات بيثبتوا ده علم التغذيه بتطور. لا علم التغذيه بتطور، علم التغذيه بتطور. بس هو المشكله تروح لحد مختص. تمام. حد مختص، حد بيكشف عليكي ويديكي دايت بيكتبه لك معمول لك انت مش معمول لحد تاني. احنا قلنا كل مريض ملف. كل مريض ملف. مش روح عند الورقه كل الناس او الام وبنتها في نفس الورقه. ما ينفعش يا جماعه اللي بيحصل ده. هو طيب بمناسبه حته البروتين برضه عشان الناس هتزعل مني دلوقتي. طب ما احنا عايزين نخس بسرعه، اعمل لك ايه يا دكتور؟ طيب
حضرتك لو تمشي على نظام البروتين ده هو غير طبي طبعا، بس ايه ما تكتريش عن اسبوع عشان كلكم عايزين تخسوا، وراكم افراح بعد رمضان وكله عايز يطلع يخس. ماشي تمام. يبقى هو اسبوع واحد ويريد تحت اشراف طبي بعد اذن حضرتك مش من دماغك. تمام. طيب نيجي نتكلم عن برضو احنا كده برضو مشكله برضو اللي هي اللي اتكلمنا استاذ احمد عليها، احنا بقى قلنا مرض وكرش انا عايزه بقى يعني احنا خلاص سمنه في سمنه وفي دهون، تاثيرها هيبقى على كل الاعضاء. انا عايزه اعرف الدهون دي بتعمل ايه بقى، ما احنا قلنا خلاص في دهون عماله تتخزن وكل شويه بتزيد وكل طيب. شويه ايه تاثيرها على القلب على الكلى على الكبد؟ طيب هو مشاكل الدهون الوعي الصحي عند الناس طبعا في اخر 10 سنين هنا في مصر ارتفع جدا، فبقت معظم الناس عارفه من المشاكل وبييجوا هم يسمعوها يعني. طيب الناس كلها عارفه طبعا، هتتخني معرضه لمرض السكر، هتتخني معرضه لتصلب الشرايين والجلطات، هتتخني يبقى ضربات القلب هتزيد، محتاجه دم زياده يتضخ، الكلام ده كله بقى تجهدي عضله القلب معرضه لامراض القلب، والنفس بيبقى مش عارف طبعا صعب. الكرش ده كله ضاغط على الحجاب الحاجز، ما بتقدرش ناخد نفس كويس، فالرئه ما بتاخدش امتدادها الكامل، فالاغشيه ما بتتحركش كويس، فممكن يجي لك نقص في الاكسجين، تحس بالارهاق الدائم، يحصل التهابات رئويه والكلام ده كله. كل ده بياثر على نقص الاكسجين، يبقى على الدماغ بقى على الذاكره على الذاكره والكسل والخمول والاضطرابات النفسيه والكلام ده كله بيحصل، خدتي بال حضرتك؟ فهي مشاكل السمنه هي مشكله كتيره، وهي باب لكل الامراض، نقدر اسميها لك كده، هو الباب اللي بتفتحيه بتاع الاوضه كده عشان باب لكل الامراض. طب احنا بقى هنعمل كده، عايزين نفرح المشاهدين بقى، احنا كل الامراض دي احنا قلناها بقى في مريض السمنه، انا عايز اقول له بقى انت لما هتخس عشان يعني ابقى اديله كده خطوه كده يعني امل ان انت يعني يلا نتابع نظام غذائي عشان لما تخس يعني ايه اللي بقى اللي هيحصل لك لكل الاعضاء اللي احنا قلنا هتتاثر، ايه اللي هيحصل لها تاني، ترجع ازاي؟ لما بنخس طبعا الاعراض دي كلها تقريبا بتختفي، او معظم الامراض دي ما بتبقيش انت معرضه ليها، هاي ريسك مش هاي، ما بتبقيش هاي ريسك يعني هو معرضه ليها بنسب اكبر، بترجع للنسب الطبيعيه جدا زيك زي اي شخص سليم. انت كفايه انك تحسي، بص يعني انت واحده شايله مثلا 40 كيلو زياده في الوزن كانها شايله يا جماعه طفل ماشيه بيه مثلا عمره 10 سنين، كمان سنها بيزيد لسه كده في الاربعينات وهي لسه في العشرينات. ما احنا هنتكلم بص في ضمن برضو الحلقه هنتكلم ازاي تقدم السن بيبان على الست التخينه. تمام. طيب نرجع لحته مهمه جدا، العيانين هيتصلوا كلهم هيسالوا فيها، انا حرقي ضعيف ومهما بعمل بانظمه الحرق بتاعي ضعيف، احنا بنسمع الكلمه دي كتير. طيب ايه هو الحرق يا جماعه؟ الحرق هو قدره الجسم على التعامل مع الطعام لتحويل الطاقه ببساطه كده. الشخص التخين بيبقى مبرمج انه بدل ما يحرق يخزن، اللي هي البرمجه اللي احنا اتكلمنا عليها، هو جسمه كده جسمه بيتبرمج كده. ليه بقى؟ عادات غذائيه خاطئه، الوزن بتاعه في حد ذاته هو برمج جسمه على كده، الحاله الصحيه للجسم زي المدام اللي كانت بتتصل اللي هي السرطان والكلام ده كله، برمجه الجسم ان هو يبدا يخزن في دهون. تمام. احنا مثلا لسه قايلين وجبه اقل من 1000 كيلو 1000 كالوري في اليوم، ده بتحب تقلل الحرق، ومع استمراريتها بقى حضرتك شهر واثنين وثلاثه يبقى كده انت اتبرمجت على الحرق، فمهما تعملي بعد كده الحرق نفسه قل. قللتي الاكل، كلت بروتين، كلت شوف ما كلتيش خالص، رجيم المايه اللي ماشيين فيه ده برضو مش هتخسي. تمام. واذا خسيتي من الكتله العضليه. طيب الحرق ده يا دكتور ينفع ترفع؟ ينفع ترفع. ايه ده والله ده ينفع دي مشكله كتيره جدا، ينفع يسالني انا يا جماعه حرقي ضعيف انا بخس بصعوبه جدا انا مش عارفه اعمل، لا ينفع ترفع جدا، ينفع ترفع. طب نعمل ايه بقى؟ الموضوع عايز ان انا ارفع. طيب. الحرق عايز صبر، اول حاجه يبقى عندك صبر، رفع معدل الحرق بياخد من حوالي من 3 ل 6 شهور. ماشي. نحسن العادات الغذائيه بتاعتنا، ندي الجسم الاكل اللي يحرقه ونعوده يحرق. ما انا مثلا مدي الجسم مثال عام، شوفان مثلا مسلوق مع لبن الصبح مع تفاحيه، انا بقول له خد احرق، انا بديك كل حاجه انت عايزها، مديك الياف، مديك دهون، مديك اللي انت عايزه، خد احرق ما تخزنش. طيب لما اكل بانتظام، دي برضو مشكله. بالظبط. انا هخزن ليه يعني؟ انا لما اكل بانتظام هخزن ليه؟ مش هخزن، هنكمل نكمل حرق. تمام كده. في حته برضو مهمه برضو نقولها سريع عشان نخش في العلاج، عشان الناس كلها مستنيه العلاج. حته شرب، انا اشرب قهوه وشاي كتير عشان اخس، وسكر بقى في كل حاجه. لا هنقول من غير سكر كمان. بصوا يا جماعه، القهوه اللي حضرتك بتشربيها ديت بتفرز فيها كافيين، ده الكافيين بيروح على الغده الكظريه يخليها تفرز الادرينالين والكورتيزول، الادرينالين ياخد الجلايكوجين يكسره يحوله لسكر والميه، يديك شويه طاقه، يدي جلوكوز للمخ تفوقي وتركزي وتبقي زي الفل. ساعه ونص المستويات ترجع لطبيعتها تاني، تحتاجي فنجان قهوه كمان، تقوم شاربه فنجان قهوه وفنجان شاي. الدايره تفضل شغاله شغاله شغاله، السكر في الدم قاعد يعلى ويوطى، يحصل مقاومه للانسولين، يا اما يحصل مرض السمنه يا اما يحصل السكر. عشان كده يقول لك اللي بيشرب شاي كتير او قهوه كتير ممكن يجي لك السكر. ممكن يجي لك السكر. تمام كده؟ يبقى احنا كده
في في قصه بقى كنت هنساها. احنا برضه بيقولوا لي ان في تليفونات جت كتيره جدا عايزه تعرف عن موضوع الكرش وعلاجه. انا وسط اصل انا مصمم معانا مفيش اربع دقايق، فاحنا لا احنا مصرين احنا هناخد معاد من حضرتك ان هتكون معانا تاني ان شاء الله. ان شاء الله هنتكلم عن الكرش بالتفصيل على الكرش ده، بس هو اللي هيجي اتصالات كتيره جايه جدا طيب انا اوعدهم اللي هيكمل معانا الحلقه هيقدر فعلا يوصل لعلاج الكرش. طيب فهي مفيش يعني. طيب يا جماعه في نقطة بس عايز اتكلم عنها يا جماعة، انا عايز اتكلم وبعدين نتكلم في الكلام. يا جماعة ادوية التخسيس لا تستخدم الا تحت اشراف طبي كامل، وكريمات وحاجات كده اللي بتطلع دي مش هنسيبيكي من الكريمات. الادوية يا جماعة الكبسولات اللي بتتاخد لو سمحتوا لو سمحتوا ما تاخدوش دواء من اي حد. الادوية لها اعراض جانبية كتيرة جدا والدكتور هو اللي عارف يسيطر عليها بس ازاي. ما حدش يا جماعة ياخد دواء من اي حد لو سمحتوا، الطبيب هو المسؤول فقط عن كتابة الادوية. نعرف القصه دي عشان ما نضرش نفسنا، ده كنت هتكلم في ادراها بس ان شاء الله حلقات ثانيه عشان بس لكل مشاهدينا اللي اتكلموا. طيب موضوع الكرش في سريع بقى على موضوع الكرش اسبابه وعلاجه. طيب احنا قلنا اسبابه اللي هو في دراسات جديده اتعملت ان الاعاد لفتره طويله او السواقه او الاعاد اعمال مكتبيه بصفه عامه بتزود هرمون الكورتيزول فبيسبب السمنه في المنطقه دي عند الرجاله، واختلال معدل الحرق بيسبب السمنه دي، هي اماكن التخزين عند الرجاله في منطقه الكرش بالذات. تمام مصاحبه لضعف العضلات او الترهلات. تمام علاج الكرش باختصار جدا اللي احنا نتبع الانظمه الغذائيه الصحيحه او العادات الغذائيه في الاكل بتاعتنا، اللي هي اول حاجه مثلا اخد بالي ان انا اظبط معدل السكر في دمي بانتظام. طب ازاي اقلله؟ اللي هو هيبقى علاج للكرش ونصايح عامه يا جماعه عشان برضو ايه نبقى دمجنا يعني ما خرجناش عن يعني برضو النظام الصحي اللي هو النظام الصحي ومريض الكرش يطبقه. اول حاجه سيادتك مطالب انك تقلل من كميه الكربوهيدرات عاليه السكر. يعني ايه الكربوهيدرات عاليه السكر؟ اللي هي لما بتتحرق بتطلع سكر كتير قوي في الدم. احنا قلنا اول خطوه تظبيط معدل السكر في الدم. طيب مثلا السكر عادي استخدم مكانه سكر فاكهه، سكر فاكهه بيخش على الكبد عشان يتحول لجلوكوز عادي بياخد وقت فسكر بطيء الهضم. طيب تاني نقطه استخدم النشويات قليله السكر مع البروتين. النشويات قليله السكر هي الالياف. الالياف دي يا جماعه من الحاجات الممتازه جدا في التخسيس. الالياف دي الجسم عشان يهضمها بيفرز عليها 10 لتر عصاره معويه بتمتصها فبيزيد حجمها 10 اضعاف تقريبا، فبتقلل الكوليسترول في الجسم، بتقلل الكرش مهمه جدا، بتقلل امتصاص الدهون، بترفع معدلات الحرق، بتقي من سرطان القولون، من الاشياء الجميله جدا لسرطان القولون. طيب نتناول كميه البروتين، نحاول ما نزودش عن 80 جرام في اليوم او 75 جرام لمده شهر. خدت بالك وناخده من السمك اكتر ومن الفراخ، من اللحوم البيضاء من اللحوم البيضاء بصفه عامه. تمام كده دي من الحاجات برضو المهمه جدا اللي بتظبط معدل السكر في الدم طول النهار تقريبا. وفي نفس الوقت كده عالجنا الامساك اللي بيبقى مصاحب لانظمه الرجيم اللي بتحصل كتير جدا بيعانوا يبقى الالياف كده هات كده. في حاجه ممتازه جدا بتساعد على التخسيس وكويسه جدا والياف، اللي هي جنين القمح. جنين القمح ده احنا ممكن نحط مع اللبن وعلى الزبادي. اللبن وعلى الزبادي ده بيدي شعور بالشبع والياف وفي دهون كتير مفيد كده للمعده كمان. مفيد للمعده من الحاجات الجميله جدا. طيب ممكن حاجات الشوفان برضو من الحاجات الحلوه اللي ممكن نستخدمها. يعني ممكن تفطري مثلا الصبح معلقتين جنين القمح مع كوبايه زبادي وتفاحه، عناصر غذائيه متكامله. الغداء بتاعك الشوفان بيخش في انواع كتيره جدا 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 من الاكل مع حته بروتين مشويه او مسلوقه، خدت بالك؟ تبدا تساعد معاكي في تظبيط معدل السكر في الدم. طيب نبدا نبعد عن الضغط النفسي والعصبي. احنا قلنا الضغط النفسي والعصبي اللي احنا فيه طول النهار دوت، الادرينالين شغال 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 بيخلخبط لنا معدل السكر في الدم فبيجوعنا بسرعه مع انظمه الرجيم فبنرجع نعوز ناكل، فلازم نبعد عن الضغط العصبي والمنبهات. الكافيين نقلل منه. هو فنجان واحد الصبح كويس جدا على قد الحرق. طيب نرجع نتكلم في حته بعد كده مهمه جدا، ان احنا نبعد عن الدهون المشبعه. بلاش المقلي والحاجات دي كلها، نبدا انه نرجع نقلل الزيوت والحاجات. نستخدم مثلا الاكلات اللي فيها الاوميجا 3 زي السمك البارد، السلمون، الرنجه، بذر الكتان، القرع، عباد دوار الشمس زي ما بنسميه دوار الشمس، زيت السمسم، بس ما يلمس النار. الزيوت ما تلمس النار. يعني الزيت يتحط على الاكل بعد تمام. يا اما نكتر الفواكه برضو فيها نسب عاليه من الاوميجا 3، وفي المكسرات بعض انواع المكسرات بكميات بس محدوده، بس مش لازم كتير عشان احنا في رمضان الناس قاعد كده جنبها. كميات محدوده. طيب محدوده. في نقطه برضو مهمه جدا 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 جدا. طب يا ريت بس بسرعه عشان طيب. خلاص وقت المغرب يا جماعه، اللي هي الحساسيه ضد الاكل. في ناس تاكل اكله معينه تبص لها تكنت على الاكله دي. طيب دي معناها ان انت عند حضرتك حساسيه ضد الاكله دي، تحاولي تبعد عنها. من في واحده تيجي تاخد نظام غلط تيجي تتخن عليه 4 ل 5 كيلو،
اعرفي ان انت كده في حساسيه ضد حاجه اكلتيها عملت احتباس للميه جوه جسمك. طب معلش احنا مضطرين نختم، احنا استفدنا جدا من الحلقه الجميله دي، عايزين حضرتك توعدنا ان شاء الله بلقاء اخر. اتمنى تكون بس الساده المشاهدين استفادوا ان شاء الله ونبدا نطبق الحاجات دي. لا كانت حلقه مفيده جدا، احنا نشكر الدكتور ياسر احمد دسوقي استشاري علاج الطبيعي وسمنه. الله يكرمك، نشكركم اعزائي المشاهدين والى حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.